بارك فيك يا محمد. ثقة في الله صحاب واخوات وحبايب طبعا، وثقة في الله نجاح. ما محبة إلا بعد عداوة، دي المقولة الوحيدة اللي تقدر تطبقها على اللي حصل ما بين محمد رمضان ونوال الزغبي، الخناقة اللي بدأت بمعرفوش اللي بموت فيه. تعالوا نعرف ازاي الخناقة دي بدأت وازاي الاتنين اتصالحوا. من فترة كده السوشيال ميديا كلها اتقلبت بسبب الخناقة اللي كانت دايرة ما بين نوال الزغبي ومحمد رمضان، ومحدش بصراحة كان عارف ايه اللي لم الشمع المغربي وليه الاتنين اتخنقوا، حتى وهم ما قابلوش بعض ولا مثلا قدموا عمل سوا واختلفوا مع بعض بعدها وطلعوا اتخانقوا. بس الحقيقة الحكاية اكبر من كده بكتير. محمد رمضان معروف عنه من زمان انه بقى شايف نفسه نمبر وان الوسط الفني سواء في مصر او في العالم العربي، علشان كده لما بيتسأل في اي انترفيو او في اي مهرجان ولا حتى وهو ضيف في برنامج عن مين الفنان اللي يحب يشتغل معاه، بيحاول دايما انه يقلل من كل زمايله اللي موجودين على الساحة سواء في التمثيل او الغنى. ومن هنا كانت بداية المشكلة اللي حصلت ما بينه وما بين نوال. رمضان اتسأل في 2021 وهو في لبنان سؤال وقت ما كان بيعمل حوار مع قناة الجديد اللبنانية عن مين الفنانة اللبنانية اللي بيحلم انه يعمل ديو معها ويغنوا سوا، وكان رد رمضان لسه ما جاتش الفنانة اللبنانية اللي بحلم اعمل معها ديو، اعتقد ممكن تظهر بعد 15 سنة. وردت عليه المذيعة وسألته تاني قصدك لسه ما اتخلقتش؟ محمد رمضان اكد تاني على رده عليها وقال لها اه، ومحدش فاهم لحد دلوقتي هو ازاي كان قال كده وقتها. ده عبد الحليم حافظ نفسه اللي كان حلم كل الاجيال انهم يغنوا معاه عمره ما قالها. طبعا الرد ده زعل كل مطربات لبنان منه، لان في كتير منهم اقدم منه وتاريخهم اكبر من تاريخ محمد رمضان، واللبنانيين كمان اعتبروا ده استفزاز علني وصريح ليهم. بس هو وقع مع ناس ما بتسيبش حقها، واولهم نوال الزغبي اللي فضلت شايلة الرد ده عشان ترد عليه برد أقوى منه وقت ما جالها الفرصة. وأول ما جت الفرصة لنوال وقت استضافتها في برنامج حبر سري، ولما سألتها أسماء إبراهيم عن رأيها في اللون اللي بيقدمه محمد رمضان في أغانيه، كان ردها مين ده؟ ما عرفش مين محمد رمضان، ولا شفته ولا مرة ولا سمعت له ولا أغنية. طبعا الرد ضايق محمد رمضان جدا، فقرر انه يكمل الخناقة معها من تاني، وشير الجزء ده من الحلقة على صفحته الرسمية على الانستجرام، وعلق على الفيديو وقال حبيبتي ربنا يبارك لك في صحتك وذاكرتك، نورتي تلفزيون مصر. واللي عارفين محمد رمضان عارفين كويس قوي انه مش سهل يتصالح مع اي فنان ليه خلافات معاه، بس رمضان قرر انه يكسر القاعدة دي لما شاف نوال الزغبي في حفل توزيع جوائز الموركسيدور في بيروت. الاتنين لما وقفوا على المسرح سلموا على بعض وقالوا انهم بيصفوا اي خلاف قديم حصل ما بينهم زمان وبيبدأوا من جديد. وقالت نوال في الحفلة انت استفزتني يا محمد، وعلشان كده قلت لهم مين محمد رمضان؟ معرفوش، لكن هو في حد ما يعرفش محمد رمضان؟ انا بموت فيك وبحبك وانت فنان قدير. ورد عليها رمضان وقال يمكن لأول مرة أوضح الموقف، كان في سؤال مين الفنانة اللي بتحلم تغني معها ديو وبتحلم كلمة كبيرة، وعشان كده ردت الرد اللي أنا قلته. وبعد الحفلة نشرت نوال الزغبي على حسابها على الانستجرام فيديو بيجمعها برمضان، وعلقت عليه وقالت مش ممكن حد يتعرف عليك يا محمد وما يحبكش، قمة التواضع والأخلاق. وقالت له في فيديو أنا بموت فيك يا محمد، ورمضان رد عليها وقال لها ثقة في الله أصحاب وإخوات وحبايب وثقة في الله نجاح، ومش بعيد نلاقي الاتنين عاملين دي قريب هيفاجئونا بيه.